هاي يا جماعة، أنا خروج منظور. أنا طبيبة أسنان، بشتغل في وحدة في البدالة. البدالة دي بلد جنب المنصورة. هو طبعا المنصورة احنا أغلبنا كان أصلنا فلاحين، بس مش متصلين قوي بالفلاحين يعني وعيشتهم وكده. فطبعا اتخرجت ورايحة بقى كل حماس، وهشتغل وهحقق بقى، هغير وهعمل حاجة مختلفة في المجتمع وكده. ورحت بقى الوحدة، كانت جميلة جدا 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 الوحدة، وفيها زريبة جميلة جدا جدا نزلت على طول. بعدين رحت كده قعدت استكشف المكان، قعدت طبعا مفيش شغل، مفيش أي حد بيشتغل، مش حد بيعمل أي حاجة. فقلت إيه، في سكن كده، قلت أما أطلع السكن. بعدين شوية كده لقيت إيه، صوت من تحت، في ببص دكتور حوار، دكتور حوار، الله، يعني فين حرف الدال؟ الدال. المهم فدي وين البدالة فعلا في كلمتين يعني. أنا كنت طفل خلول وانا صغيره، ما كنتش بتكلم مع اي حد، ما كنتش بلعب مع اي حد غريب، هم اخواتي وبس. كنت وانا موجوده ما كنتش بعيط خالص، اول سنتين من عمري ما كنتش بعيط خالص، كنت على طول بضحك وبلعب وبنام، بس هي دي عيشتي. مره عيطت وفي دكتور، اللي هو الدكتور بيقول لهم يا جماعه دي طفل بيبي اكيد بيعيط، يعني ايه الغريب انها عيطت يعني. بس انا جاي اتكلم النهارده، طبعا انا كطفل خجول وكطفل ما بيعيطش من هو صغير، ف انا يعني ما كنتش بعرف اعبر عن مشاعر جوايا اصلا، يعني ما اعرفش اعبر عن حزن، ما اعرفش اعبر عن غضب، ما اعرفش اعبر عن اي مشاعر سلبيه جوايا، ما كنتش بعرف اعبر عنها. ف طبعا ما اتعلمتش يعني. فانا طبعا مامتي عائله، مش بلوم طبعا على الاهل، طبعا انا احنا كاي اهل بيربوا طفل صغير بيعملوا له 70% من شخصيته، وباقي 30% بتبقى حاجه ليه هو اللي يعملها. طبعا الاهل، طبعا مامتي دي حبيبتي، طبعا هي جزء منها يعني، ان انا واقفه هنا النهارده. الفكره ان انا ان احنا يعني كجيل كامل ما تعلمناش نعبر عن مشاعر سلبيه جوانا بشكل محدد. دايما لما تلاقي طفل بيعمل يعني زعلان او متضايق او كده، بنقول له ان الحاجه اللي هو بيعملها دي غلط ونسكته خلاص، يعني احنا مش عايزين الطفل يعمل دوشه او يعمل قلق او كده. طلعنا جيل كامل من المشكله دي، ما بنعرفش نعبر عن المشاعر السلبيه اللي جوانا، او عايزين نلغيها، او ما احناش عارفين نتعامل معاها ازاي، او انا عن نفسي يعني. ففي حد كده كان في ناس عم يقولوا لي يا بنتي في انت محتاجه تقري كتاب ذا سيكرت، ده كتاب ذا سيكرت ده انت بس حابه تقريه وهو هيغير كل حاجه في حياتك. فقلت ماشي يعني، ما اشوف. قريت أول صفحة من الكتاب، صفحتين، إيه يا جماعة الكلام ده؟ ابني ما بصراحة عن نفسي ما اقتنعتش بالكتاب خالص، يعني إزاي حد يقول لك أنت حابب تقول بدل ما تقول أنا إنسان جميل، أنا إنسان وحش، أنا بحب شغلي، أنا مخنوق، أنا كويس، أنا جميل، الحياة سهلة، الحياة حلوة، وخلاص على كده. ممكن إحساس زي ده يعني خليك كويس لمدة دقيقة دقيقتين بس. دي مش حاجه افكتيف. انا كده بقول لك البس ماسك فوق مشاعرك الحقيقيه اللي جواك، يعني غطي كل حاجه سلبيه جواك، لان انت تضحك على نفسك وعلى الناس وتقول انا كويس، انا جميل، الحياه جميله. افرض مثلا انت بتقول انا ما بحبش شغلي، انا بصحى من النوم قرفان، انا مش طايق نفسي، انا لا، تقول انا بحب شغلي والحياه جميله. افرض شغلك ده وحش، افرض انت في مكان مش كويس، افرض جواك شيء سلبي فعلا محتاج تغيير. يعني لما انت تقول انا كويس، مش ممكن حاجه زي كده تضرك او تاذيك. في برضه مثال كده، ان احنا الفلاسفه والمفكرين دايما يقولوا لنا ايه،
بص نص الكوبايه مليان وما تبصش نص الكوبايه فاضي. اللي بيبص على نص الكوبايه الفاضي ده متشائم، واللي بيبص على نص الكوبايه المليان ده متفائل. طيب افرض في كوبايه كبيره نصها مليان ونصها فاضي، افرض في كوبايه صغيره نصها مليان ونصها فاضي برضه، الكوبايه دي اصلا فيها ميه ونسيتها تتشرب وخلاص ونغسلها والموضوع ينتهي على كده. واحنا بصراحه لازم نمسك الراجل اللي قاعد مع الفلاسفه دول وساب قدامه كوبايه نصها مليان ونصها فاضي وسحلوه يا عم سنين كتير وتبان نجري دي نصها مليان ولا نصها فاضي. طب احنا متفائلين النهارده متشائمين النهارده. الفكره ان الموضوع صعب ان انت تحصره في حته انا النهارده متفائل انا النهارده متشائم. انا شايفه ان او عن تجربه يعني ان انت لما تبقى متشائم من حاجه احساس التشاؤم ده برضو يعني ان انت تقول انا بتشائم من كذا، انت ما بتبقاش بتتشائم من كذا، انت جواك خوف معين من حاجه حصلت او من ذكرى فاتت او ربط بلون حاجه معينه مع اسم حاجه، بتبقى حاجات تافهه جدا. انا بتشائم بالبوت ده، انا بتفائل باللون الاحمر، يعني بتبقى حاجات تافهه جدا ان احنا نربطها بتشاؤم او تفاؤل. دايما يعني فكره ان انت تقول بص نص الكوبايه مليان او نص الكوبايه فاضي، احنا المفروض نمسك الكوبايه دي نكسرها خالص وما نفكرش في الموضوع ده تاني. دايما انا الفكره البوينت اللي انا عايزه اعمله ان احنا دايما بنخاف من المشاعر اللي بتسبيها اللي جوانا، بنخاف من ان احنا نواجه اي حاجه وحشه جوانا، ما بنحبش نبين ان احنا زعلانين، ما بنحبش نبين ان احنا مكتئبين. اكتر حاجه بتخوفنا واكتر حاجه بترعبنا ان احنا نحس ان احنا وحيدين. علشان كده دايما ممكن حتى نبقى مضايقين من حد بس ما بنقولوش خوف ان احنا نخسره، فالموضوع ينتهي بينا ان احنا نبقى لوحدنا. عايز اعمل يعني تمرين صغير كده لينا كلنا. يا ريت كل قاعد يغمض عينه، كل قاعد يغمض عينه، ما تهزرش، كل قاعد يغمض عينه، كل قاعد يغمض عينه، في حد مفتح عينه هناك؟ تمام. اللي حس بوحده في حياته بالرغم ان حواليه اصحاب، بالرغم ان هو حواليه اهل، بالرغم ان هو عنده ممكن حاجه تشغله، يرفع ايده. كلنا نفتح ايدينا ونصحى بسرعه، نفتح عينينا ونبص حوالينا بسرعه 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 بسرعه. شفت كام واحد؟ حوالي 50% من الناس اللي قاعدين حسوا بالوحده. ده معناه ان مفيش اصلا وحده، لان دي حاجه جوانا كلنا. الوحده دي معناها ان انت حاجه واحده، انت مش حاجه واحده، انت جزء من الكون، جزء من العالم، انت مش لوحدك. انا عن نفسي الاحساس ده كان بيرعبني كتير. يعني انا كنت احس ان انا لو هبقى لوحدي ان انا ممكن اموت، يعني مش عارفه ليه، رعب رعب فظيع ان انا لو لوحدي ان انا ممكن في حاجه غلط تحصل، مش عارفه ليه. مع اني في لحظه فكرت انه طب ما انا لوحدي، يعني مثلا في لحظه معينه بالفعل ما جراليش حاجه، يعني انا فعلا ما جراليش حاجه، كنت كويسه. ده شيء عادي، يعني احنا جزء من الكون. الارض دي ربنا خلقها للانسان، الانسان ده اللي هو اتخلق عباره عن ليب اوف فيث، ربنا خلقنا از ليب اوف فيث، ان هو مؤمن بينا ان احنا هنعمر الارض وان احنا هنغير، تحدى كل الظروف، تحدى مش نقول ربنا تحدى، نقول ان الملائكه قالت ان احنا هنعمل الوحش وان احنا هنسفك الارض، هنسفك الدماء وهنفسد في الارض. الشيطان قال ان احنا مش ما نستاهلش الفرصه دي وان احنا وحشين وان احنا مش هنقدر نعمل حاجه، لكن ربنا كان مؤمن بينا ومؤمن ان احنا لما هننزل في الارض دي هنعمرها وهنخليها احسن وهنبقى احسن. ده اللي انا عايزه اقوله، ان المشاعر السلبيه اللي جوانا مش هتقتلنا. احنا جوانا 50% صفات كويسه و 50% صفات وحشه، الاثنين احنا لازم نتعامل معاهم، النصين لازم يعني ده بيدي ده وده بيدي ده، الوحش بيدي للحلو، الحلو بيدي للوحش. ما ينفعش يا الله عيني على نصي
الوحش ده واتعامل بالكويس بس، كويس ده الجزء الكويس اللي جوايا ده، الصفات الكويسه اللي جوايا دي، مصيرها تنتهي. او مفيش اصلا حاجه، مفيش حاجه ابيض وحاجه اسود، اي حاجه في الدنيا فيها اللون الابيض اصلا عباره عن 7 الوان، يعني مفيش حاجه لوحدها كده لون، مفيش حاجه خير، مش حاجة شر، الموضوع كله 50% 50%. انت علشان تبقى طيب جواك نوع، لازم الطيبة دي حاجة كويسة، الجانب النيجاتيف ليها ان انت فيه جانب سذاجة شوية، ان انت تتعامل مع اللي قدامك ده طيبة، لكن انت تتعامل من ناحيتك انت بسذاجة. لو اللي قدامك ده مثلا بيضحك عليك او بيغشك او كده، انت هتقول ايه؟ هعديها. ليه؟ مش عشان اي حاجة، اللي انت بتعمله ده كويس. ليه؟ لان هو اللي هيعرف غلطه لنفسه من غير ما انت توجهه. انت تقبل ان انت تبقى ساذج. انت ممكن تكون كليدر، ممكن تكون ناس تحس ان انت متسلط شوية، او ناس تحس ان انت قوي شوية، او ناس تستقوى عليهم، لكن انت ممكن تبقى قائد ليهم بشكل يغيرهم. انت ممكن تكون صادق، بس الصدق ده له جانب شوية قاسي، الصدق فيه جانب شوية قاسي، يعني في ناس لسه مش قادرة تفتح عينيها على اللي كان بيحصل في مصر والفساد اللي بيحصل، لسه ناس مش قادرة تشوف الصدق اللي بيحصل، ناس بتشوفه شوية يعني من منظورها الخاص، عادي يشوف البوزيتيف وخلاص، يشوف الحاجات الوحشة ما هوش عايز يعرفها، مش عايز يشوف الكرولتي أو الأسوأ بتاعت الحقيقة اللي بتحصل. مش عايز أطول عليكم، بس عايز أقول إن إحنا لازم نتعامل مع الحاجات السيئة اللي جوانا، نشوف لو احنا مش قادرين، يعني ما نبقاش تبقى صادقين على قد ما نقدر، ما نبقاش بنزيف الواقع علشان نريح الناس اللي قدامنا. احنا لازم نكون جوانا زي برانا،